بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتعرف على الأتريبيوت أو الأتريبيوتس أو الخصائص. طبعا احنا قلنا عشان نعرف كلاس نكتب كلمة كلاس مثلا ونكتب اسم الكلاس، خلينا نقول بين. بين معناها قلم. طيب احنا عرفنا انه الكلاس يعني بعرف نوع بيانات جديد، بعرف نوع بيانات جديد. طيب ايش بداخل الكلاس يكون لما بعرف؟ قال لك الكلاس بالداخل يكون بداخله متغيرات ودوال، متغيرات ودوال، او ممكن يكون بس متغيرات او ممكن يكون بس دوال او ممكن خليط من الاثنين، هذا اللي يكون بداخل الكلاس. قال لك والكلاس هذا فيه حاجتين، اتريبيوتس وميثود او ميثودز. الاتريبيوت يتم تمثيلها بالمتغيرات. الان احنا قاعدين نسوي كلاس للقلم. طيب انت تقول ايش الخصائص اللي موجوده في القلم، اي قلم ايش الخصائص اللي موجوده فيه؟ مثلا اللون، فالخصائص انت تحطها على شكل متغيرات لانه الخصائص تيجي على شكل نيم يساوي فاليو، هذه الخصائص. فاحنا عشان نحط خاصيه معينه نقول مثلا ايش الخصائص اللي موجوده في القلم، مثلا كلر اللون هذه خاصيه. تمام، عندك مثلا اللي هو خلينا نقول هنا كلمة، طيب بابليك، حنعرف بعدين معنى كلمة بابليك. تكتب كلمة بابليك بعدين كلر، تكتب اسم الخاصية. ايش الخصائص الأخرى اللي موجودة في الـ في الـ في القلم؟ مثلا بابليك، اكتب كلمة بابليك. بابليك هذه حنعرف بعدين معناها، لكن احنا نبغى الخصائص، الخصائص اللي هي المتغيرات اللي تكون داخل الكلاس. طبعا ايش هي الخصائص؟ هي المواصفات اللي تخص الكلاس تبعك. الكلاس هذا مو قلم، انت الان توصف القلم للكمبيوتر، فتقول له في خاصيه ايش، حط الخاصيه دي مثلا نقول company name اسم الشركه، طلع زي ما تبغى ايش الاشياء اللي موجوده في القلم. public هنقول مثلا width اللي هو عرض الريشه مثلا، وانت ماشي طلع الخصائص اللي موجوده في القلم كلها. هذه الخصائص معناها attributes. attributes والاتريبيوت تيجي بطريقة name يساوي value، name يساوي value، يعني انها اسم الخاصية وتعطى قيمة. مثلا زي خاصية اللون هذه اسم الخاصية اللي هي color، الفاليو حقتها يكون red ولا blue ولا اي شيء. company name مثلا اسم الخاصية company name، قيمتها اللي هي مثلا روكو او اي شركة. width مثلا اسم الخاصية width اللي هو النيم حقها width، الفاليو حقتها مثلا 10. بعدين نعرف كيف نحط القيم. اهم شيء الان اللي نبغى نفهمه من الاتريبيوتس انه الاتريبيوتس هي عباره عن متغيرات، يعني الكلاس يكون بداخله اتريبيوتس وميثودز. حنعرف الميثودز بس الاتريبيوتس هي عباره عن متغيرات. طب من فين اجيب المتغيرات انا؟ حسب الكلاس اللي انت قاعد توصفه. فمثلا لو كنت انا اوصف كلاس حق سياره، اقول كلاس كار يعني اعرف نوع لسياره، ايش المواصفات اللي موجوده في السياره؟ بابليك مثلا ممكن اقول نيم اسمها بابليك، ايش في كمان؟ كلر اللون، ايش في السياره؟ بابليك الشركه، بابليك مثلا برايس السعر، وانت ماشي نزل الخصائص اللي تعرفها عن السياره كلها. يعني الخصائص تعرف على شكل تعرف على شكل متغيرات، على شكل متغيرات. هذا معنى اتريبيوتس او خصائص. بعدين حنعرف كيف نحط لها قيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.